للمزيد حول ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور خضير معنا. بداية، مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وما شكله من أزمة حقيقية شعر بها الشارع وخرج رافضا لها، ما الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المفاجئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشير ابتداء بأن الموارد البشرية العراقية متميزة بين مختلف الأقطار العربية من جهة والعالمية من جهة أخرى. نعم. فيبدو أن الحديث الأخير لرئيس الوزراء ووزير المالية و مسؤول مكتب الوزارة يدعون ويقولون بأن العراق لا يتضرر من جراء ذلك. أود أن أشير لهم بأن الفكر الاقتصادي يقول للدينار قيمتان، الأولى الإسمية، والقيمة الإسمية لم يتضرر بها أي من الطبقات الاقتصادية المختلفة، لكن العراقي حينما يستلم 500 هذه القيمة الإسمية لم يمسها القرار، وإنما مست القيمة الحقيقية، أي القيمة التي تمثل السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد العراقي من خلال القيمة الإسمية لما يتقاضاه. وهذه القيمة الحقيقية ستنخفض حتما، وسيتضرر المواطن العراقي ببعدين: البعد العام والذي يشمل كل الطبقات، كل المجتمع العراقي، من جراء الارتفاع المتواتر للسلع والخدمات التي تضخ بالأسواق. أما الجانب الآخر فيتضرر الموظفون والمتقاعدون وذوي الاحتياجات، الحاجات الاجتماعية وغيرهم، من جراء هذا التخفيض لقيمة الدينار أمام الدولار بمقدار 22%. أي من يتقاضى مليون دينار عراقي سيتقاضى وفقا لهذا 770,000 دينار. نعم. هذا التخفيض سيؤثر على سبل إشباع الحاجات الضرورية لأبناء الشعب العراقي. نعم. الذين هم يعيشون الآن تحت طائلة الفقر المدقع والعيش الذي استبد به هؤلاء الفاسدون واستطاعوا أن يتصرفوا بأموال العراقيين وثرواته وإهدارها لمصالحهم الشخصية وارتباطاتهم مع دول الجوار. طيب دكتور خضير، يعني الحكومة في العراق من جانبها يعني أكدت عدم تأثر المواطن من رفع سعر الدولار مقابل الدينار. علميا هل هناك من تدابير، مثلا هل هناك من تدابير يمكن لحكومة الكاظمي أن تتخذها لكي لا يتأثر المواطن من ارتفاع سعر الدولار؟ أي تدابير تتخذ؟ القيمة الحقيقية ستنخفض. الآن الشعب العراقي إن ارتفعت الأسعار، الآن أكو لقاء بالموصل وبالبصرة وبالنجف، يئن الشعب من جراء هذا الارتفاع. ارتفعت السلع، انخفض البيع، أصاب الأسواق العراقية الركود الاقتصادي. لا يستطيعون التجار أن يبيعون بهذه الأسعار، لأن الأموال
المتوفرة لدى أبناء الشعب لا تفي بالحصول على السلع والخدمات، فهم يغالطون بل يحاولون أن يحاولون أن يجهلون الشعب العراقي، والشعب العراقي معروف بذكائه وفطنته. طيب لكسب الوقت دعنا نذهب للسؤال الأخير دكتور خضير لطفا منك. طبعا الحكومة الحالية تقول إنها اتخذت الاحتياطات اللازمة لكي لا يتأثر المواطن العراقي من قرار ارتفاع الدولار مقابل الدينار، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون أكثر من كذبة كما تقول اللجنة المالية البرلمانية؟ تفضل دكتور. اللجنة المالية البرلمانية صادقة فيما تقول، والحكومة كاذبة فيما تدعي أو تزعم. الآن الضرر واضح، الأسواق ملتهبة مشتعلة، التجار يشكون، والطبقات الشعبية على الإطلاق تئن من جراء الارتفاع الفاحش بالأسعار. ارتفعت الأسعار بأكثر من الضعف. شكرا. طبقة البيض كما يقولون الآن أصبحت 7500. الأستاذ الدكتور نكتفي بهذا القدر. الأستاذ الدكتور خضير كاظم محمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.